بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمته وبركاته ورحمة. أما بعد، ظاهرة أشرت إليها مرارا، وظاهرة البنات المستخفات بناموس هذا الدين، أفكارهن خالية من التوحيد عموما، وليس لهم جد إلا مع مظاهر هذه الزينة في الدنيا. همهم الوحيد كيف بأي طريق كان، شرعي أو غير شرعي، يحصلن على المال ليشترين به شوالق من الغرب، وهي حقيقة منافاجعة للأمة. واستمر هذا البلاء مدة طويلة، وزاد هنا شدة في الأيام التي ظهرت بعد رحمة الله بنا، بحيث ركبنا قطار الإسلام على حساب الإسلام، يجيبوا لهم الناس يعرفوا حاجاتهم، الناس خدموا تاع ماركتينغ، والناس هذوما مختصين يفهموا قبل، يفهموا وهي طايرة قبل ما تعرف أنت روحك يعرفوا حوايجك شنيا. وقلنا شنو الطرق الكبيرة في الماس ميديا اللي تحرك الغرائز، حيث انظروا لنسانا وبناتنا عموما، والمشين مشين للتسلسل مع ابليس عن طريق المسلسلات وعن طريق الاراجيف اللي تحط في البيبليسيتي، الاشهار الاشهار. لماذا الاشهار؟ لقطع الرقاب، اللي باش نفرغوا جيوب الذكور اللي هما يعلم بهم ربي باش يلقاو عمل، راهو العجب العجاب، وربما مزعة من 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 وجههم من عضلات وجوههم اللي كرمها ربي، معناها ماتت كالمزعة هذيك وسرقت باش يلقاو مكان يخلو فيه بعض البوتات، ويجي بعض الأنثى بسعرها معناها باش ترضيه تلحقلو وتميلو وتوريه وتغطي وكذا كذا باش تنال منه اللي يحصلو باش وين توصلو تهزو هدية لبني إسرائيل. هذا خلف المساحيق اللي فيها زرع سرطان الجلد والكلف، وألف بلاك قاعد يوقع في جلدة النساء، ألف بلاك طبيعي وناس أشهد أمام الله. وهم هم اللي خلوا روحهم يوصلوا لهذا، ولهذا في سيفروت سيبي اللي حك على بني إسرائيل من لهم كان قد يستحي باش يعطيك بضاعة صحيحة آمنة. حطوا في بالكم، امشوا اسألوا المختصين في كل مكان شرقا وغربا، يقولوا لكم على الفضائح الذي دائما تكتب في المال، فضائح السلع التي ما تصنعها معناها الايادي الفاجره والانخاخ الخاويه من الايمان. احذروا، راوا بناتكم مش في الطريق السوي، وحذروهم ووريهم اللي كونهم خداوا الدنيا دون الاخره، تستدين الذي يؤدب بالذي هو خير. فهموا من المسحه ما تكون كما مع الله لا بغضب الرحمن. حطوا في بالكم كل الفرج اللي انت حسيت به ربي يوريك فيه العجب العجاب عن طريق جراثيم مينسكول، حتى المجرى الالكتروني بالسيما يراها، ولهذا ترى العجب هنا يخمر اسفل بدنك وتضرب بسرطان الثدي، لانك ماكش باش تصبح ام نظيفه ومرضعه. حط في بالك شيء كبير باش يستناك، وعندك سرطان عنق الرحم كذلك، فيه معناها صله كبيره بالفجور، وخاصه البنيه تنقل من ذكر لذكر، راهو شيء كبير، راهو شيء. وقال رب سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. حيث اذا كنت تحبوا بيوتكم ما تخربش، واخرتكم خلقوا انفسكم اهليكم، ربي قال اذا كان ما تحبوش تخسروا الدنيا والاخره عليكم باش تحطوا النساء والبنات على سكه الرحمن. واللي يحب يشد على القاعده تحذرهم انت كذكر، وتتبرى منهم. هذا بايجاز، واللي قال يقع على الشواطئ واللي يقع على المراكب ويقع في المقاهي اشأن مما ذكرت. أنا يقول لكم فروا إلى الله، أنا مانيش من النوع اللي نتكلم بالزايد، نتكلم كان في الحقيقة اليومية. وخويا الطيب قال علاش بنو إسرائيل ما تلقاش فيهم فقير؟ لأنهم هم جماعة لصة، إنجاز التعبير، هم لصوص الأرض منذ برزوا على وجه الأرض، وهم على هذه الصنعة الفاسدة، ومن صور من سرقاتهم هو الربا. وقت قالوا البيع مثل الربا، او الربا مثل البيع، هذا باطل باطل، لانه يعني شرع الله ينقط الربا ويربي الصدقات. وثم ربي سبحانه وتعالى يقول
فيما يخص النساء اللي ما يمشوش في طريق الذكور الصالحين. ايش يقول ربي في سورة التحريم؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا، إناثكم تحت سلطانكم وأواميركم. ضرب الله بالحسنى وإمساكم بالمعروف أو تسريح بالإحسان بالنسبة للزوجات. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين. ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا نعرف إلا الصلاح. الفساد طلقناه بالثلاث ولا رجعة بعد ذلك الطلاق. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، لكن الاخرين ايش عملوا؟ فخانتاهما. ولهذا كل انثى بكم مش تخونا عهد مع الله فهي منبوذة حتى ترجع الى الله، منا بكل استغفار وكل ما لا تكون توبتها نصوح، ما تقر العزم ما ترجعش لمعصية الله. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما وبئست الخيانة. انت تعيش مع اب او مع زوج مستقيم وبعد تنحرف كأنثى تنحرفين، اعلمي انك في خيانة كبرى في خيانة كبرى في خيانة كبرى. فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، قدر الحساب عند الله. انت اليوم استضعفتك الزوج ولا الاب هذاك استضعفته ومثلت عليه ودرقت عليه، درق 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 روحك من الشيطان خير له، اخرج من قبضة عداء الرحمن، كلهم تحت قبضة بني اسرائيل، انساكم وبناتكم الا من رحم ربنا. تحت عبدين من عبادنا الصالحين، الكلام راه موجه لي وليكم راه اللي في الانترنت ولا هنا لينا جميعا. كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. خذ كتابك واقرأه اليوم، خذي كتابك واقرأيه الآن عند وقتها هنا، شدوا هنا وقولوا يا ليتنا ما فعلنا وما صنعنا وما مثلنا وما كذبنا وما عصينا، هذا ماشي ماشي إياكم ماشي. فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ما عندك سيادك من بني إسرائيل ومن النصارى بين ظفرين أو بين أربعة أظفر. على كل حال إن المرء يحشر مع من أحب، فأحبوا الله يرحمكم الله فهو الحبيب الأمثل المطلق، وأحبوه وأحبوه ولا تحسبون حسابا لحبه بدون حساب. أحبوا الله واتقوا الله وأفشوا السلام بينكم، تحابوا في سبيل الله لكي تنزل الرحمة وتكون دائما من صف واحد، لا يقدر أحد أن يفرق بينكم. صف الرحمن متين تكسر عليه جبهات الطغيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.